كثير من الاشخاص انهم كيبغيو يحملوا بعض التطبيقات ولا ملفات وكيعطيهم الهاتف لان ما بقاتش المساحه فين يمكن لهم يحملوا. والسبب اللي كيخلي الذاكره ديال تخزين الهاتف انها كتعمر بسرعه هو ان الصور والفيديوهات اللي كناخذو بالهاتف تاعنا كتخزن حتى هي في الذاكره ديال الهاتف، ولهذا كتعمر عندنا الذاكره ديال الهاتف لان اغلب الهواتف ما كتكونش عندهم الذاكره انها فيها مساحه كبيره، يكفي ان نخزنوا فيها التطبيقات اللي كنحملوا. ودابا باش غادي نعرفوا كيفاش يمكن لينا نخزنوا الصور والفيديوهات في الذاكره الخارجيه اللي هي الكارت ميموار اس دي، فقبل كنتمنى ان اللي ما مشاركش معايا في القناه يشترك ودعمونا باللايك تاعكم، وابقوا معايا من بعد هذا الفاصل هذا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في قناة العيوميد. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي يكون على كيفاش يمكن لنا نخليو الصور والفيديوهات اللي كناخدو بالهاتف ديالنا يتخزنوا في الذاكره الخارجيه اللي هي لاكارت ميموار اس دي. غادي نمشيو على بركه الله. اول حاجه غادي نمشيو للكاميرا ديال التصوير، كندخلوا ليها. من بعد ما كندخلوا الكاميرا ديال الصور كنمشيو للاعدادات اللي عندنا الفوق على حساب كل هاتف، وهنايا في الاعدادات غادي نقلبوا على ايقونات التخزين. بالنسبه ليا انا عندي هنايا، انا عندي الهاتف باللغه الاسبانيه غواردار ان، يعني اللي كتعني فين غنخزنوا الصور. انا راه عندي في الذاكره التخزين للهاتف، غادي ندخلوا ليها. كتعطينا جوج ديال الايقونات كما قلت لكم، انا راه عندي في الذاكره ديال تخزين الهاتف الداخليه. دابا غادي نحاول نختار الذاكره الخارجيه اللي هي ميكرو اس دي، كنختارها بهذا الشكل هذا وكنخرجوا من الاعدادات ونخرجوا من الصور. دابا يكفي اننا ناخذ اي صوره فهي غتخزن عندنا في الذاكره الخارجيه اللي هي ميكرو سيد، ناخذها بهذا الشكل هذا صوره عاديه. كناخذ صوره ومن بعد ملي غنخرجوا ما عليك الا تبحث على هذا الملف اللي كيشمل جميع الملفات اللي عندنا في الهاتف، وكندخلوا ليه. من بعد ما كندخلوا ليه كنختاروا الميكرو سيد، فغندخلوا للذاكره الخارجيه وغادي نمشيو لهذا الملف هذا وغنمشيو للكاميرا. كندخلوا للكاميرا كنلقاو هنايا الصوره اللي خدينا الاخيره، وهكذا اننا كيمكن لينا نخزنوا جميع الصور والفيديوهات اللي كناخذوا بالهاتف الذاكره الخارجيه ديال الهاتف اللي هي الميكرو سيد. حتى لهنا كينتهي الفيديو تاعنا لهذا النهار هذا، كنتمنى ان يعجبكم الشرح وما تبخلوش علينا باللايكات تاعكم، والسلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.